يسألك تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية. تفسير الآية واضح، وهو أن الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر يقتضيان أن يتبرع الإنسان من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليه، وإن هذا كما ذكرنا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، البراءة من أعداء الله من المشركين والكفار والمنافقين، لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو الله تبرع منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه. هذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمرنا باتباعها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أو إخوانهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يقول الله جل وعلا لنبيه: لا تجد، هذا لا يمكن، ثلاثة مع الإيمان، قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يحبون، واد معناها المحبة، يحبون من حاد الله ورسوله، يعني من كفر بالله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بدأ بالأقارب، الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، لأن موالاة الله سبحانه وتعالى تقتضي معاداة أعدائه، ولا يمكن أن توالي الله ورسوله وتحب أعداء الله ورسوله، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا بالإمكان؟ ماذا بالإمكان؟ هذا هو معنى الآية على سبيل الإجمال. وقد ورد أنها نزلت في أبي عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه في بدر وكان مشركا بالله عز وجل. جزاكم الله خيرا.